43 قتيل، 34 قتيل حتى هذه اللحظة. النتيجة 34 قتيل ومطالبات من الحرية والعدالة بتدخل أجنبي لكي يحقق تحقيقات دولية فيما يحدث على الأرض. حاول الإخوان أن يفسدوا المشهد، حاول الإخوان، وهي دي، هو ده المشروع، هو ده الخطة. الخطة إيه؟ إن العنوان بكرة في الصحف الأجنبية ما يكونش احتفالات المصريين، ما يكونش احتفالات الجيش المصري بأربعين عاما، يكون هذا المشهد، يكون القتل، يكون العنف، يكون يكون المشهد، ويكون الأرقام إن في 34 قتيل. ده اللي حاولوا يعملوه، والحقيقة إن هم يعني لا يجب أن يلوموا إلا أنفسهم، والنهاية أنهم، أن الشعب ده بيزداد بغضا لهم، يزداد كرها لهم، يزداد رفضا لهم، والنهاية أن المصريين هم بيطلعوا عليهم، مش البوليس اللي بيقتلهم، مش البوليس اللي بيمنعهم، المصريين هم اللي بيطلعوا عليهم، المصريين هم اللي بيحتكوا بيهم. حصل ده في المانيال، حصل ده على الكورنيش، حصل ده في العباسية، حصل ده في رمسيس، حصل ده في اسكندرية، حصل ده في المنيا، في كل المحافظات ده بيحصل. المصريين هم اللي بيرفضوا الإخلال بأمنهم، هو ده شكل المصريين، وهو ده اللي بيحاولوا يعملوه الإخوان. لكن عايزاكم تعرفوا أن ثمن الحرية باهظ، عايزاكم تعرفوا أن ثمن التحرر من مخطط دولي باهظ، عايزاكم تعرفوا أن ثمن التحرر من تبعية دولية باهظ، قد ندفع فيه دماءنا، لكن لن يوقفنا أحد، والنتيجة إن الإخوان هم اللي بيخرجوا من الفصيلة.